شهدت سوريا عبر التاريخ عدداً من الزلازل التي خلفت وراءها خسائر كبيرة، سواء من الناحية البشرية أو حتى المادية. ومن بين هذه الزلازل نذكر زلزال دمشق سنة 847 في 24 من أكتوبر تشرين الأول عام 847، شهدت مدينة دمشق زلزالاً متعدد الضربات، إذ امتد من مدينة دمشق إلى مدينة أنطاكيا شمالاً وإلى الموصل شرق سوريا. تجاوز عدد الضحايا الناجم عن هذا الزلزال 20,000 شخصاً في مدينة أنطاكيا و50,000 في الموصل، فيما يعتقد العلماء أنه من بين أقوى الزلازل التي ضربت صدع البحر الميت في التاريخ. وإلى زلزال حلب عام 1138 في 11 من أكتوبر تشرين الأول سنة 1138، شهدت مدينة حلب أحد أقوى الزلازل في تاريخ الكرة الأرضية. تسبب الزلزال في مقتل أكثر من 130,000 شخص، فيما بلغت قوته 8.5 درجة على مقياس ريختر. وإلى زلزال حما عام 1157 وبالقرب من مدينة حما بسوريا، حدث أحد أكثر الزلازل المدمرة في تاريخ المنطقة، إذ قدر عدد الضحايا بعشرات الآلاف فيما هدم كثيرا من أبنيتها. ويتصدر الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 من شهر شباط عام 2023 المشهد من حيث القوة مقارنة مع سابقيه، حيث بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، وخلف مئات الضحايا ما بين قتيل وجريح ودمار كبير طال المباني السكنية.